السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة الدرس بتاعنا عبارة عن ان احنا هنتكلم على الأزمنة المختلفة في اللغة الإنجليزية، جمعناهم كلهم في درس واحد وعلى فعل واحد بس او مثال واحد علشان نعرف الفرق ما بينهم كلهم وازاي نقولهم في اللغة الإنجليزية. طيب، اول حاجة انت علشان تفكر تحط الجملة بتاعتك صح ازاي، او لو انت بتشوف مثلا امتحان في اللغة الانجليزية وعايز تختار الاجابة الصح، او يا اما هتبدأ تتكلم عن موضوع وعايز تعرف ايه الزمن اللي هتتكلم عليه الصح، لازم تحدد نفسك الاول انت في انهي جزء من الثلاث ازمنة اللي قدامنا دلوقتي. احنا يا اما في الحاضر بنتكلم على حاجات بتحصل دلوقتي، او بنتكلم على الماضي، او بنتكلم على مستقبل. طيب، الموضوع مش ببساطة كده زي اللغة العربية، الفعل ممكن يتحط في 3 صور وخلاص وبيدي المعنى بتاعه. لا، احنا في اللغة الانجليزية بنغير شوية في الفعل وفي في الزمن بتاعه علشان ندي تفاصيل اكتر على الجملة او الحدث دوت، سواء كان في الحاضر او الماضي او المستقبل. مش مجرد حاضر بس ومش مجرد مستقبل بس او مجرد ماضي بس، في حاجات تانية عايزين نتكلم فيها في كل زمن لوحده. طيب، عندنا مثلا هنبدأ بأزمنة المضارع. اول حاجة البريزنت سيمبل، هنستخدم الفعل study في كل الأزمنة اللي معانا النهاردة علشان لما نوحد الفعل لما نوحد الفعل في كل الأزمنة ونعرف الفرق في المعنى بينهم كلهم، هيتضح الفرق في الأزمنة المختلفة. أول حاجة I study English in my school. هنا معنى ال present simple احنا بنستخدمه لما بنيجي نتكلم على حاجات بتحصل في الحاضر بس عبارة عن عادات أو حقائق. يعني انت هنا بتتكلم على حاجة بتحصل دلوقتي، بس مش دلوقتي بمعنى وقت الكلام، لا، انت بتتكلم على حاجة انت بتعملها بشكل روتين. يعني انا كل يوم بروح المدرسة وبدرس اللغة الإنجليزية، فده جزء من العادات بتاعتك في الوقت الحالي. تمام. طيب، ال present simple انا بستخدمه ازاي؟ بحط الفعل في المصدر اللي هو ال infinitive، او يا اما الفعل متضاف له اس. طيب، امتى بحط ده وامتى بحط ده؟ ده على حسب الفاعل، وبما اني هنا استخدمت الفاعل اي يبقى انا هحط الفعل في المصدر study اللي هو يدرس او يذاكر، وهنا معناها يدرس. انا بدرس اللغة الانجليزية في المدرسة بتاعتي او في مدرستي، وحطيت الفعل في المصدر مش ضفتلوش اي حاجة عشان جايبها مع الفاعل اي. تمام، تقدروا ترجعوا لدرس الـ present simple وتعرفوا كل الـ الكلمات المختلفة للفعل وبيجي معاها امتى الفعل في المصدر وامتى الفعل بضيف له اس. طيب، ده كده الـ present simple. طب الـ present continuous او الـ present progressive ده بقى بيختلف تماما عن الـ present simple في حاجة واحدة، هو ان ده مش عادة، لا، انا بعمل حاجة في الوقت الحالي بس وقت الكلام. يعني واحد مثلا بيكلمني في التليفون وبيقول لي انت فاضية دلوقتي، فبقول له لا، I am studying now، انا بذاكر دلوقتي، انا بذاكر حاليا. يبقى ده في الحاضر، واللي فات برضو كان في الحاضر، بس اللي هي I study English in my school ده معناها ان انا عادة انا بعملها او حاجة من البرنامج بتاعي في حياتي دلوقتي. انما I am studying now، لا، ده انا بتكلم دلوقتي حاليا، وانا بتكلم دلوقتي انا بذاكر دلوقتي. طيب، بعمله ازاي او بكتبه ازاي الـ present continuous؟ ده بجيب am او is او are اللي هو verb to be، تصريف الفيرب تو بي على حسب الفاعل، وبعد كده بحط الفعل اللي انا عايزاه، والفعل ده يكون متضاف له ing. يعني هنا عشان حطيت i يبقى احط معاها am، وبعد كده حطيت am او is او are بحط بعد كده الفيرب اللي هو study، وبعد كده بحط بعديه ing. ده كده تكوين الـ present continuous. يبقى احنا كده فهمنا ان رغم ان زمانين في الحاضر، بس ده الاستخدام وده الاستخدام تاني، ده ليه معنى وده ليه معنى تاني خالص. طيب، اللي بعده، بعد كده ندخل في أزمنة الماضي. أول حاجة الـ past simple، I studied English last year، يعني معناها أنا درست اللغة الإنجليزية في السنة اللي فاتت. مثلا واحدة لسه بتتعرف عليا فبتقول لي أنت درستي إنجليش قبل كده، أقول لها أه I studied English last year، أنا كنت بدرس الإنجليزي السنة اللي فاتت، ودلوقتي يعني معناها إن أنا دلوقتي ما بدرسوش. يبقى ده حدث بدأ وانتهى في الماضي. تمام، ما فيش اي معلومات تانية انا بديها، يعني ولا اديتها مثلا الفترة منين لفين، ولا مثلا حطيت الكلمة من غير زمن، لا، انا من غير سوري من غير وقت، من غير وقت انا هنا كتبت last year يعني العام السابق. يبقى انا كده اديتها فكرة الزمن، الوقت اللي حدث فيه الفعل ده، يبقى ساعتها بستخدم ال past simple او الماضي البسيط. طيب، الماضي البسيط بيتكون ازاي؟ لو كان regular verb يعني فعل منتظم بحط له ed،
زي كده study studied. طب انا ليه هنا ما حطيتش اي دي على طول بعد الواي؟ علشان هنا الواي بتتحول لاي اي دي، ده علشان النطق يبقى صح، فبتتعمل studied، مش مجرد الواي يجي بعديها اي دي. طيب في افعال تانية بيبقى اخرها واي بالمناسبة، زي مثلا play، بس بحط لها اي دي على طول ما بغيرهاش. طب ليه؟ لان play الواي هنا جاي قبلها ايه، حرف متحرك، وبالتالي بيتحط لها اي دي على طول. انما ده علشان الواي جاي قبلها دي اللي هو حرف ساكن، فبغير الواي وبحط لها اي اي دي. تمام. طب لو كان فعل شاذ زي مثلا ريد، يعني يقرا، ريد مثلا الماضي بتاعه ريد، اللي هي نفس الكلمه بس بتنطقها ريد، يبقى احط كلمه ريد. طيب كلمه مثلا درينك يعني يشرب، الماضي منها ايه؟ درانك، ما بحط لهاش اي دي، بكتب كلمه درانك، وهكذا. يبقى في افعال غير منتظمه انت بتحفظ الماضي بتاعها ايه والباست بارتيسيبل او التصريف الثالث بتاعها ايه. تمام. يبقى لو كان irregular verb هحط الباست فورم بتاعه. ده كده الباست سامبل، انا ما اديتش اي معلومات تانية على الحدث اللي هو ان انا درست الانجليش او الانجليزيه السنه اللي فاتت. طب ايه اللي بعده؟ باست كونتينوس او الباست بروجريسيف، ده بقى بيدي معنى تاني خالص، معناه ان في حدث معين حدث في الماضي واستمر لفتره معينه، وانا هقول في الجمله ان الحدث ده فعلا استمر من امتى لامتى. يعني زي ما انتم شايفين، I was studying yesterday from 1 a.m. to 3 a.m. انا هنا ذكرت حاجتين في الماضي، yesterday يعني امس او امبارح، ومن الساعة 1 للساعة 3 ده برضو يعتبر وقت تاني. يعني أنا كده حددت كمان الفترة اللي حصل فيها الفعل ده، يبقى ده كان فعل مستمر. أنا كنت بذاكر، كنت قاعدة فاتحة كتاب بذاكر فيه، مفيش أي حاجة قطعتني، ما عملتش أي حاجة تانية. كانت الفترة ديت من الساعة 1 مساء، من 1 صباحا للثالثة صباحا، كنت قاعد بذاكر ما بعملش أي حاجة تاني. يبقى ده كده حاجة حصلت في الماضي واستمرت لفترة معينة. وبرضو زي ما اتكلمنا قبل كده، إن في أفعال معينة ينفع أستمر فيها وفي أفعال ما ينفعش أستمر فيها. يعني ما ينفعش مثلا اقول I was asking. I was asking هنا انا بسأل حد، مش بقعد أسأله، وبتاخد فترة معينة. لكن studying يعني المذاكرة بتاخد فترة معينة. طيب تكوين الباست كونتينوس ازاي؟ was aware، او وزائد الفعل زائد ing. was aware على حسب برضو الفاعل، لو كان I او he او she او it بحط was، ولو كان يو او وي او ذي بحط وير، وبعد كده الفيرب بعد كده بحط له اي ان جي. تمام. وبعد كده بذكر برضو. نفتكر ان في بقى دروس معينه في اللغه الانجليزيه بيقول لك مثلا ايه، لما تيجي تستخدم as soon as، لما تيجي تستخدم after، لما تيجي تستخدم before، بتبقى الجمله الاولانيه او الحدث، الجمله الاولانيه كانت في الباست كونتينوس والجمله الثانيه كانت في الباست سيمبل. عشان كده بقى انت بتبقى عارف اوريدي الباست كونتينوس بيتكون من ايه والباست سيمبل بيتكون من ايه، فبالتالي بسهوله بتقدر تدرب نفسك على الدروس ديت وتقدر تستخدمها. طيب بعد كده ندخل على الأزمنة التامة. أول حاجة البريزنت بيرفكت، برضو من اسمه بريزنت يعني حاضر، بيرفكت يعني تام. بستخدمه إزاي وبقوله إمتى؟ الجملة اللي معانا مثلا I have studied English for 5 years. طيب أنا لما أقول لشخص جملة زي ديت، هو هيفهم مني كده إيه؟ هيفهم مني إن أنا بدأت دراسة اللغة الإنجليزية من 5 سنين وما زلت أدرس اللغة الإنجليزية. بس هو ده اللي انت تقدر تحط فيه الزمن علشان توصل رسالة بالمنظر ده. ممكن مثلا اقول I have lived here for 5 years، يعني انا عشت هنا بقالي 5 سنين ولسه ما زلت عايشة هنا، لان present معناها ان الحدث لسه مستمر. طيب بستخدم هنا ال present perfect. لازم نخلي بالنا ان احنا هنا ما بنقولش وقت معين، يعني ما بقولش مثلا I have studied English last year مثلا، يعني السنة اللي فاتت. ما بقولش مثلا in 1999، في 1999، لا، ما بقولش أي سنين، ولا بقول أي وقت محدد. أنا بقول من 5 سنين أنا درست اللغة الإنجليزية، يعني بتحط مدة معينة أنت بقالك قد إيه بتذاكر الإنجليش أو بتدرس الإنجليش. وممكن برضو أستخدم since. since يعني معناها منذ. I have studied English since I was 15، من وأنا عندي 15 سنة وأنا بدرس اللغة الإنجليزية، ومعناها إن أنا ما زلت أدرس اللغة الإنجليزية. تمام. طيب بيتكون من إيه؟ have او has على حسب الفاعل، وبعد كده الباست بارتيسيبل اللي هو التصريف الثالث للفعل على حسب هو. لو كان فعل منتظم هحط له برده اي دي، لو كان مش منتظم هيبقى فيه التصريف الثالث، زي مثلا drink drank drunk، يبقى drunk هي دي اللي هحطها بعد have او has. بعد كده عندنا البريزنت بيرفكت كونتينوس. احنا شفنا دلوقتي البريزنت بيرفكت،
سيمبل، بعد كده البريزنت بيرفكت كونتينيوس. انا هنا زودت معلومه تانية على، هتكلم على حدث برضو استمر لفتره معينه وبرضو في المضارع التام. ازاي؟ I have been studying for 7 hours. يعني مثلا انا قاعده بذاكر واختي دخلت عليا الاوضه فبتقول لي انت بتعملي ايه، فانا بقول لها I have been studying for 7 hours، يعني معناها انا كنت انا عماله اذاكر من 7 ساعات وما زلت. يبقى نفتكر دايما كلمه وما زلت، يعني انا لسه بذاكر. هي دخلت انا بذاكر وكمان الحدث ده ابتدى من 7 ساعات، يبقى هو حدث ابتدى في الماضي وما زال مستمر وكمان خد فترة قليلة. يعني يستحسن ان احنا نستخدمها مع الحاجات اللي خدت فترة قليلة مش الحاجات اللي خدت فترة طويلة، زي مثلا ان انا بقالي 7 سنين عايشة في البيت ده او في المنزل ده، لا ساعتها بستخدم احسن البريزنت بيرفكت سيمبل مش البريزنت بيرفكت كونتينوس. انما البريزنت بيرفكت كونتينوس معناها برضو حدث استمر لفترة معينة وغالبا قصيرة، لان ده دليل ان الحاجة ديت ما فيش حاجة قطعتها. ده انا شغالة من 7 ساعات بذاكر وما فيش حاجة قطعتني ولحد دلوقتي برضو ما زلت بذاكر. طيب ايه هي اللي بستخدمه ازاي او ايه التركيب بتاعه؟ هحط have او has على حسب برضو الفاعل، I و you و they و we بيتاخد معاهم have، انما he و she و it بياخد معاها has، بعد كده زائد been، وبعد كده الفيرب بلس اي ان جي زي ما انتم شايفين have been studying وهكذا. طيب بالنسبة للباست بيرفكت، الباست بيرفكت ده بقى الماضي التام، ده برضو الماضي التام البسيط. ليه استخدامات معينة، زي مثلا عايز اتكلم على حدثين حصلوا في الماضي وواحد منهم سبق التاني. After I had studied I drank a cup of tea. نفهم من الجملة دي ايه؟ ان انا ذاكرت الاول وبعد ما خلصت مذاكرة شربت كوباية شاي. بس يعني ده من ضمن الاستخدامات بتاعته الشهيرة، ان احنا نجيب جملتين في الماضي وواحدة منهم حدثت قبل التانية. اللي بيحصل الاول بستخدم معاه دايما الباست بيرفكت، وبعد كده اللي حصل بعديه الاجدد يعني بحط الباست سيمبل. زي ما انتم شايفين I drank a cup of tea، drank هنا التصريف الثاني لدرينك، وعشان ده فعل مش منتظم حطيت drank، ما حطيتش مثلا drank drinked، ما فيش حاجه اسمها drinked، ما بحطش اي دي، بحط drank اللي هي التصريف الثاني لفعل غير منتظم. طيب بيستخدم ازاي او بركبه ازاي؟ بحط had مع اي فعل، وبعد كده الباست بارتيسيبل اللي هو التصريف الثالث للفعل، بما ان ستادي هنا فعل منتظم فبحط له اي دي، اما درينك فعل غير منتظم فحطيت التصريف الثاني بتاعه اللي هو درينك. تمام، بعد كده الباست بيرفكت كونتينوس. طيب زودت برضو معلومه تانية، ايه هي المعلومه التانية؟ ان انا هتكلم على حدث استمر لفتره معينه، خد وقت معين، خد عدد ساعات معينه، ببقى عايزه اعبر ان الفعل ده استمر من امتى لامتى او خد وقت قد ايه. زي ما انتم شايفين I had been studying for 3 hours when my father arrived. برضو انا جبت هنا حدثين حدثوا في الماضي، والدي وصل وانا كنت بذاكر. طيب مين فيهم حدث الاول؟ ان المذاكره، عشان انا استخدمتها في الزمن البرفكت او الزمن التام had، وبعد كده ابي وصل. طيب انا عايز اقول ان انا مش مجرد بس ان انا كنت بذاكر، لا انا كنت بذاكر كمان منذ 3 ساعات، او المذاكره ديت استمرت ل3 ساعات، يبقى عشان كده انا استخدمت الباست بيرفكت كونتينوس، يعني خليتها في المضارع. I had been studying for 3 hours when my father arrived. تمام، بعد كده هنتكلم على الزمن المستقبل simple future. ايه هو السيمبل فيوتشر؟ ان انا عايز اذكر على حاجه هتحصل في المستقبل من غير برضو اي تفاصيل. فانا هقول مثلا I will study English next year. انا مثلا في سنه 5 الانجليش بيتم دراسته مثلا في الصف السادس، فانا هقول السنه الجايه هبدا اذاكر انجليش او هدرس انجليش. تمام، بستخدمه ازاي؟ بحط well وبعد كده الانفينيتيف او الفعل في المصدر. طيب وبرضه ما ننساش ان لما بنيجي نتكلم على الفيوتشر هتلاقي كلمات داله على الفيوتشر، يعني زي ما انا قلت لكم في اول سلايد خالص انت لازم تحدد انت في انهي جزء من الزمن، هل الماضي، المضارع، المستقبل. فبما انك هنا شفت كلمه بتدل على المستقبل خلاص يبقى انت بتحط نفسك في الازمنه بتاعت المستقبل وتشوف على حسب الجمله هي عايزه تدي معنى ايه او عايزه تعبر عن ايه. تمام، بعد كده الفيوتشر كونتينيوس برضو انا زودت معلومه تانية، ان انا هتكلم على حدث هيحصل في فتره معينه وهياخد وقت معين، هياخد فتره في المستقبل. مثلا حد بيقول لي انت فاضيه بكره نخرج، فانا رحت بقول لا I will be studying from 6 a.m. to 8 a.m. tomorrow. انا غدا بكره
من الساعة 6 للساعة 8 هكون بذاكر. نفس الكلام انا هنا يعني هكون بدرس او بذاكر، ودي حاجة هتاخد فترة معينة ساعتين مثلا، اللي هي من الساعة 6 للساعة 8، يعني معناها ان هيبقى في حدث شغال ومستمر من الساعة 6 للساعة 8، وهنا استخدمت وقتين تومورو يعني غدا، ومن 6 ل 8 ده يعتبر وقت تاني حددت اكتر. ساعتها احسن حاجة تستخدمها هي الفيوتشر كونتينيوس، وبرضه بنستخدم افعال تاخد مدة زي الاستادينج، بنحطها ازاي؟ ويل بي وبعد كده الفيرب وبعد كده بلس اي ان جي. طيب في نوع تاني من المستقبل بستخدمه مع جوينج تو. ايه الفرق؟ جوينج تو دايما بتستخدم في المستقبل لما بيكون معاها جملة تانية او كلمة تانية توضح ان في دليل او في سبب يستدعي ان انت هتعمل او الحاجة اللي هتحصل في المستقبل ديت هتحصل. يعني I am going to study English now because I have an exam tomorrow. انا عندي امتحان بكرة عشان كده انا رايح اذاكر. يبقى انت هتعمل حاجة عشان في حاجة تستدعي ان انت تعمل الشيء دوت في المستقبل. وبما اني I am going to study English now يعني معناها انا هذاكر دلوقتي، يعني حاجة هتحصل في المستقبل بس خلاص هتحصل يعني in short time. بجيبها ازاي؟ am او is و am او is او are على حسب الفاعل، وبعد كده going to، وبعد كده بحط ال infinitive او الفعل في المصدر. I am going to study. طيب اللي بعده future perfect اللي هو المستقبل التام. هنا زي ما استخدمنا المضارع التام والماضي التام، برضو هتكلم على حدث هيحصل في المستقبل بس هيكون في حدث قبليه. لما يحصل هيكون الحدث التام ده حصل. يعني ايه؟ هفهم اكتر. by the end of 2020 او 2020 بحلول عام 2020 I will have studied English for 10 years. يعني معناها ان في حدث هيكون تم خلاص، هيكون خلص خلاص بس لسه الحدث ده شغال او لسه ما حصلش. تمام؟ صعبة شوية بس ايه، لو فهمت معنى الجملة هتفهم الزمن دوت تقدر تستخدمه ازاي بعد كده. تاني دلوقتي بحلول عام 2020، 2020 ده حدث لسه ما حصلش بس لما هيحصل هيكون في حدث مترتب عليه هيكون اوريدي خلاص حدث في الماضي، اللي هو ايه؟ I will have studied English for 10 years. يعني هنتخيل مثلا ان انا دلوقتي في 2017، في 2020 في 2017 انا بقالي 7 سنين بدرس انجليزي. طب لما تيجي 2020 هيكون بقالي 10 سنين بدرس انجليزي، يعني هيكون تم 10 سنين على دراستي للغه الانجليزيه. طب هل ال 10 سنين اللي تموا لدراسه اللغه الانجليزيه دي اتحدثت؟ لا لسه ما حصلتش، يبقى عشان كده استخدمت المستقبل. طيب لما هيجي الزمن ده هيكون خلاص حدث، يبقى عشان كده استخدمته في المستقبل التام. بس هو ده معنى الجمله، ان انا عايز ادي تعبير للي قدامي ان في حدث هيكون خلص لما يجي زمن المستقبل ده اللي هو مثلا عام 2020. تمام؟ بستخدمه ازاي؟ بحط will have وبعد كده past participle زي ما انتم شايفين will have، وبعد كده studied اللي هي التصريف الثالث ل study. طيب future perfect continuous نفس الكلام بالظبط، حدث هيحصل في المستقبل بس لما هيجي وقت معين هيكون الحدث ده خلاص already حصل يعني تم، بس هيكون خد وقت معين او خد فترة معينة استمر فيها. By the time he arrives لما الشخص ده يوصل I will have been waiting for him for long time، هكون استنيته فترة طويلة قوي. مثلا واحد انا متعودة ان هو بيجي متأخر، فانا بقول لما يوصل هكون استنيته فترة طويلة، يعني هيكون الحدث ده already حصل اللي هو الانتظار بس هيكون خد وقت طويل او خد وقت او خد فترة معينة. طيب الحدث ده حصل؟ لا لسه ما حصلش، فعشان كده انا استخدمت ال future perfect continuous. تمام؟ بس نفتكر دايما اللي يفرق كونتينيوس عن السمبل. الكونتينيوس بس حدث بياخد وقت معين او بياخد فتره، وانا بذكر كمان الفتره ديت اللي خدها قد ايه عشان اعبر اكتر ان هو استمر. بس كده التنسس كلها خلصت. يا رب يكون الفيديو دوت يكون مفيد ويكون جمع كل الاختلافات ما بين الازمنه المختلفه. زي ما كلمت قبل كده في دروس معينه اسمها الروابط او كلمات معينه بتربط جملتين ببعض، ساعتها بقى انت بتبقى فاهم الجمله ديت هتركبها ازاي على حسب كل زمن. ما تنسوش تاخدوا الاجزام اللي تحت الفيديو علشان تشوفوا الازمنه ديت انتوا فهمتوها كويس ولا لا وتحلوا عليها، وبعد كده هتشوفوا الاجابه. بعد كده ما تنسوش تعملوا سبسكرايب او اشتراك في القناه علشان توصل الفيديوهات لناس اكتر وتوصل لكم انتوا كمان اول باول، وما تنساش تعمل شير على الفيسبوك عشان الفيديوهات ديت توصل لناس تانية. شكرا لكم.